عشري بكم ومرحبا بكم في شد روحك على قناة تونسنا. اليوم باش تكون معانا الإعلامية مرام بالطيب اللي متعودة تعمل بعمايلها في الضيوف متاعها. عاطف ولد عائشة بن محمد بن حسين. باش نكتشفوا مع بعضنا يلندرا باش ناخدوا بثار الجماعة وإلا مرام باش تطلع بقلبها. اتصلت بها إدارة قناة تونسنا وطلبوا منها باش تمشي تشوف بلاتو جديد اللي باش تخدم فيه برنامجها. لكن المرة هذية مش كيما كل مرة، طلعت في كرهبة بيزار شوي. مرحبا بيك يا للا في سيارتنا العجيبة. شنية بديت ثبت من توا؟ بون هذه تتسمى حصة التعارف. خلنا في الصحيح صاحبتي. يا بنتي تلهيب الراجل الداخل، شو مدخلك في الراجل البر؟ دزها بضحكة. أمان هو أنت لسه شفتي حاجة؟ أضحك يا أضحك. مرام طلعت حجارة وقالت لك الكهرباء ماهيش مريقلة. مرة جيت وجيبوا لك كهرباء من الفورميلا 1. مرام بعد الضحك بديت باش تمد وجهها. شوفور مهبول ومقربع وزيد يحكي في التليفون. بنجم أقولك كان ربي معاك. بالي بيك لسانك طوله 10 متر، تعرف تقول كان كلمة ثمانة. صفار ولخلخ. قريبتو في الرحلة صاحبتنا عطات الضوء وسلمت أمرها الرب.
قبل نقطة النهاية استوعبت ضيفتنا اللي هي تعرضت لعملية تحايل تلفزي. ليلي صافا تنجم تقف على ساقيك جست شوية رعشة. إن شاء الله تكونوا عديتوا معنا ضحكة حلوة. استنيمنا غدوة مع ضحية جديدة في شد روح.